السلام عليكم ورحمة الله. في قناة عبدو سبور، مرحبا بكم داخل الوطن وخارج الوطن. خاوتنا الكرام، محمد أمين عمورة، الحمد لله هادو من الأخبار اللي فرحوا الجماهير الرياضية وفرحنا له كلنا. محمد أمين عمورة يمضي لنادي فورسبورغ اللي كان فيه زياني وكانوا فيه عدة لاعبين. راح تسمعوا محمد أمين عمورة في التصريح ديالو اللي يتكلم بالعربية بالدارجة، خلطها لهم بالفرنسية، يتكلم كل شيء. على كل حال يتكلم كما يحلو له، لكن فوق أرضية الميدان يتكلم كرة قدم. خالتنا الكرام دوك تسمعوا واش تكلم على السرعة ديالو. محمد أمين عمورة كاين اللي بيقول لك 17 مليون يورو، كاين اللي بيقول 18 مليون يورو، كل واحد واش راه يقول، لكن ما يهمناش. حنا 17 ولا 18 ليسونسيال وليد بلادنا، وليدنا راهو في فورسبورغ الألماني. هذه هي الخطوة ديالو الأولى. دوك إن شاء الله العام الجاي يديه يروح إن شاء الله البطولة الإنجليزية أو بطولة أخرى اللي تكون أحسن. أظن أن الإنجليزية هي الأحسن. تابعوا معنا واش تكلموا على محمد أمين عمورة، من بعد نعطيكم التصريح ديالو اللي كان شيق وشيق جدا. عجبني كي تكلم بالدارجة بالفرنسية بالعربية كيما حبيتو. تابعوا معنا الفيديو. في خطوة جديدة تعزز مشواره الاحترافي، انتقل المهاجم الدولي الجزائري محمد أمين عمورة إلى نادي فورسبورغ الألماني. هذه الصفقة تأتي بعد موسم ناجح مع نادي يونيون سانت جيلواز البلجيكي، حيث تمكن عمورة من تسجيل 21 هدف وصناعة 7 آخرين، مما جذب انتباه العديد من الأندية الأوروبية. أكدت تقارير إعلامية أن عمورة اجتاز الفحص الطبي الروتيني بنجاح، مما يمهد الطريق للإعلان انضمامه إلى فورسبورغ، ومن المتوقع أن تبلغ قيمته هنا قالوا 18 مليون يورو. وبالإضافة إلى بعض الحوافز، يذكر عمورة انتقل إلى سان جيلواز الصيف الماضي قادما من نادي لوغانو السويسري مقابل 5 مليون. شوفوا خاوتنا 5 ومن بعد 18، الله يبارك ما شاء الله عليه، مما يعني أن النادي البلجيكي سيحقق ربحا كبيرا في هذه الصفقة. حتى عمورة يدي وشوية سطيف نورمالمون عندهم تاني يدي واحد البرسنتاج. اختار عمورة اللاعب في الدوري الألماني لكرة القدم البوندس ليغا بعد أن أغلق الأبواب في وجهه العديد من الأندية المنافسة في الدوري الإنجليزي الممتاز، بما في ذلك نادي ليفربول. ووفقا لمصادر مقربة من لاعب، يرى عمورة أن أسلوبه يتوافق مع طريقة اللعب في البوندس ليغا، مما يجعل هذه الخطوة منطقية من الناحية المهنية. دوك تسمعوا باللي تكلمها هادية. يعتبر انتقال فورسبورغ خطوة كبيرة من مسيرة عمورة الاحترافية، حيث سيلعب في مستوى أعلى من الدوري السويسري والبلجيكي. الدوري الألماني يعد من بين الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، مما يضع أمامه تحديات جديدة وفرصا لإثبات قدراته على مستوى أعلى. هنا يقدر يلعب ويشوفوه بوليسيا قدامه، الباير قدامه، كل شيء قاعد يشوفه يقدروا قاعد يديوه. بدأ عمورة مشواره الاحترافي مع نادي وفاق سطيف الجزائري قبل أن ينتقل إلى نادي لوغانو السويسري بعد موسم ناجح في سويسرا. انتقل إلى سانت جيلواز بانضمامه إلى فورسبورغ. يخطو محمد أمين عمورة خطوة جديدة في مشواره الاحترافي وسط آمال كبيرة بأن يواصل تألقه في الدوري الألماني. هذه الصفقة تعتبر بداية فصل جديد في مسيرته الرياضية، حيث يسعى لإثبات نفسه كلاعب من الطراز الرفيع النعم في أحد أقوى الدوريات كرة القدم في العالم. ومن المتوقع أن يتقمص القميص رقم 9، وتمتد الصفقة مع نادي الألماني لمدة 5 سنوات. مبروك عليك عمورة، والله غير فرحت لك كأنك خويا ولا وليدي. عاكل يا حمشي وليدي أنا اللاج مشي، لكن كأنك واحد من عائلتي. فرحت له هذا اللاعب من أعالي جبال جيجل إلى سويسرا إلى بلجيكا إلى ألمانيا وإن شاء الله إلى إنجلترا العام المقبل. أسمعوا معنا تصريح تاع عمورة، من بعد عندنا كلام على أوليز ومومناية قاسي واش تكلم على أوليز في شطر واحد تكلم عليه، ومن بعد نكملوا الفيديو ديالنا. يا عمورة 23 أتاكون. أول حاجة هدرت مع الأجون تاعي وهدرنا مع سيباستيان وكان عجبني بزاف البروجي نتاعهم الحمد لله، وزيت هدرت مع الأجو كلش وديسيديت نكون هنا إن شاء الله ونعاونو ليكيب إن شاء الله. سي لو بروفوندور بوكو، سي لو دريبل أوسي، و جو مارك شي تيميد مو لا مونتاليتي شونتي. Et
sur le terrain surtout. Ah, sur le terrain, c'est la grinta. Je veux tu marques tricot. Ouais. Ouais, c'est ça. Et Wolfsburg, c'est une grande équipe. Et beaucoup de joueurs sont sortis ici. Ouais. Comme De Bruyne, beaucoup. Même Ziyani, il joue ici. C'est un Algérien aussi. Ouais, Ronaldo. Winner. Cristiano. Ouais. Inch'Allah, on joue en première place. Et Europa League, Champions League, la saison prochaine. أحمد أمين عمارة اللي كان شيق عجبني في الكلام دياله ما زاد عليها محوس يهضر برك بأنه أنا يعني نجي نتكلم في أرضية الميدان. محمد أمين عمارة مبروك عليك مبروك عليك ألف مبروك عليك هذا الانتقال. حتى الرقم ديالك تاع الأموال كان جيد لأول صفقة لنوادي كبيرة ما شاء الله عليك 17 و 18 مليون يورو. كل واحد شو يقول كاين اللي كتبوا 17 كاين اللي كتبوا 18 لكن محمد أمين عمورة هذا كله بفضل الجزائر اللي ربات هذا اللاعب وفاق سطيف ولعب في أندية صغيرة وكانت عنده حكاية حكاها على فريق بارادو على ما أظن قال لك راح أصحابه خيرهم وما خيروش. شوفوا الدنيا باش نوصلوا للشباب ما تيأسوش في الدنيا ما يقبلوك شي كيف عاود ولي وخدم توصل مثل ما فعل ابننا عمورة. خوتنا كرام نولوا الأوليز اللي كان تكلم مومنيت قاسي عجبني تكلم أوليز لما يختار الجزائري ولي عزيز. الآن خلونا في وليدنا عمورة في الطريق الصحيح إن شاء الله. ما رأيكم على أوليز خوتنا الكرام؟ أنا يمضن باللي مدام عاود راح لما راح أوليز الباير ميونخ يعلن تعاقده مع مايكل أوليز قادما من كريستال بالاس بعقد مدته 5 سنوات حتى جوان 2029. قيمة الصفقة 45 مليون باوند مبلغ ثابت زائد 5 مليون باوند إضافة. خوتنا الكرام أوليز أنا أقول باللي ما نش متشائم لكن الصفقة ديالو هنا نجحت مع باير ميونخ. دوك تشوفوا باللي أوليز ما يخيرش الفريق الوطني الجزائري لأنه الآن الصفقة ديالو 45 مليون لو خير الفريق الوطني الجزائري حاجة مليحة مدى بينا. لكن أنا نشوف أنا باللي اللاعبين ما نتهمش اللاعب لما يشوف قيمته طلعت السوقية يستنى تعيط له فرنسا أو كاش فريق أو كاش منتخب آخر لأنه أوليز كان قريب من الفريق الوطني الجزائري. مايكل أوليز كان قريب للفريق الوطني الجزائري لكن هذه الصفقة هي اللي راح تزيد تبعده. وإن شاء الله نكون غلط إن شاء الله نكون غلط لأنه 45 مليون يورو خاوتنا الكرام يولي يحس روحه الفوق قاع. إن شاء الله يبقى ثابت ويجي الفريق الوطني. لو جانا مايكل أوليز وهو يلعب في باير ميونيخ وبهذه القيمة المالية كي نقول لك يتلقى ترحيبا كبير من الشعب الجزائري. لو بدا ما نجيش وتسنى وكذا يسنى الفريق الفرنسي كما دار عدلي والاخرون والله العظيم راح تخسر شعب 40 ولا 45 مليون جزائري اللي لو كان تجي دوك يفرحوا بيك ويهتفوا بيك لانك طلعت قيمتك السوقيه وبقيت شاد في الفريق في اصولك الجزائريه. هذه تبقى هو خوتنا الكرام انا نقول مدى بيا يجي والا ما جاش ربي سهل كما ربي سهل على واحد اخرين فقير وجماعته وعدلي وخلي انا نقول اوليز حسب رايي وتجربتي البسيطه في انتقالات اللاعبين انا نشوف فيه ما يجيش ليكيب ناسيونال خلاص دوك ليكيب ناسيونال ينساها يحوس على فريق فرنسي او فريق اخر اللي حاب هو يلعب فيه. هذه هي خوتنا الكرام احنا يهمنا عمورة محمد امين عمورة وليد جيجل تاعنا اعالي جيجل 17 مليون يورو والله العظيم غير فرحت له مبروك لعمورة وان شاء الله مشوار اخر العام الجاي ولا بالك في الميركاتو الشتوي يدوه البايرن واش تعرف يدوه ب 30 مليون يورو ما تقدرش تعرف هذه الدنيا هذه. ان شاء الله مبروك عليك محمد امين عمورة. شكرا لكم تابعونا قناة عبدو سبور فعلوا الجرس سلام.